وتوفيق اللي خاص بالبكار المحليات الاصايل ينطلق على بركة الله وينطلق اول المنطلقين في هذا الشوط هنا مشاهدينا. نشرة التي نشرت مشاهدي الاعزاء والتي انتشرت بالفعل في الميدان لمايد بن حمد بن مطر المنصوري التي ملقى في هذه اللحظة نقلة في المركز الثاني. هناك توشة سوان توشة السيف بن محمد المنصوري منطلق مع توشة النقلة التي واصلة في المركز الثالث والدور دور الثالث. هناك الذيبة لعبيد بن محمد بن عبيد المزروعي التي منطلقة كذلك في المركز الثالث وهذيل الثلاثة الانطلقا نعود ونصل المركز الرابع هذا المنطقة بقوة. المركز الآن الثالث اللي هي ديمة لسالم بن حميد بن بخيت المنصوري تبا تنضم إلى المثلث اللي في المركز اللي في الثلاثة اللي في المركز الأول. نعود للخامسة الخامسة هنا بدأت مناوشات ميد من يضرب العامري ينطلق هنا مشاهدينا بقوة. هذا شعار من الشعارات الجميلة والمميزة النقلة القادمة والمركز السادس السادة من وصلت السادة وصلت هناك هنا عويض لسح بن سالم غيلاني طلب قادر كذا السابعة هي ترعيد ابن محمد مضعامري وصل هنا من قبل مثل جميل مد بروت وصلت المرمى مشاهد بدأ يوصل عود المقدمة ونرى هناك ونوضح للإخوة المتابعون للمشاركون الله كل من دفع الله على المقدمة وعلى المسيطر ومايد ما الله يا سلام يا ابو اسعد الله سلام المركز. شوف القدوم شوف التي وصلت هناك دوشة لخليفة بن سيف بن محمد المنصوري بدورها وصلت وصول ممتاز وبدورها شوف اللي قادم الذيبة لعبيد بن محمد بن عبيد المزروعي كذلك من وصلت واحتلت المركز الثالث. نتأخر قليلا وناخذ الرابع شعار بن جذرب اللي قادم وصول ممتاز قوي من قبل الذيبة لناصر بن عبيد بن يضرب العامري وصلت إلى المركز الرابع. شوف القدوم وين الخامسة الباب قربوه ياي الله هنا قديمة لسالم بن حمد من بخيت المنصوري والميدان بدأ يتخلص رويدا كل كيلومتر نغادرة وكل متر نغادرة محسوب أيضا من خلال هذا الشوط للإخوة المتابعون والمشاركون. شوف التي وصلت هنا جبارة لفرج بن سعيد بن هادي المري وصل أيضا شعار دكتور الأصايل من خلال الشاهنية لعبيد بن علي بن رشيد الاكتبي. يا سلام على الشوط نعود المقدمة نعود لنشرة حف نشرة منكم الله يا نشرة الله يا راعي نشرة الله يا أبو حمد ماجد بن حمد بن مطر المنصوري يقدم نشرة الله يا أبو أسعد الكبير غادرت نشرة غادرت قامت راس وبتراس الله يا سلام يا سلام يا راعي نشرة لك التحية. هذه نشرة مشاهدينا في المقدمة لماجد بن حمد بن مطر المنصوري وسلمة يداك يا ابو سعد الله يا سلام. وشوفوا المركز الثاني المسافة هناك ايضا مشاهدي الاعزاء بين المركز الاول والثاني ولكن نشرة بدون منافس بدأت تباعد المسافة وبدأت تجر الشوط هذه اللي تركض في أول الشوط وآخر كيلو تجر الله يا سلام. بالفعل هي في المقدمة وكانت راكضة وعندما سمعت الخشخشة في الأجهزة جرت الشوط زيادة الله تهانينا لمالك نشرة تهانينا لمالك نشرة أبو حمد ماجد بن حمد بن مطر المنصوري 300 متر أيضا نتقدم بكلمة مبروك والناموس يا نشرة ولك التحية والمسافة طويلة ماجد بن حمد بن مطر المنصوري هذا هو يقدم.
قدمها لنا ايضا ابو اسعد بن حليس لو التحيه على هذه المتابعه لنشر مشاهدينا وبدون منافس امام الحزام الاخضر امام الجماهير تقدم لنا نشر احلى شوط من هذه الاشواط الجميله. المركز الثاني وصلت واللي غيرت وفاجاتنا باللحظات الاخيره جبار لفرج بن سعيد بن هادي المري. والمركز الثالث مشاهدينا من خلال سرابه لاحمد بن عبد الله بن محمد الرميفي فاجاتنا الاخرى. والمركز الرابع ان تهاني لسعيد المطر الرميفي. والمركز الخامس الشاينية لعبيد بن علي بن رشيد الاكتبي. تهانينا والناموس مشاهدينا الاعزاء لهذا الفوز الجميل. نعود للتوقيت مشاهدينا الاعزاء وساعات وصول نشره 7:38 خمسة اجزاء من الثانيه مملوكة لماجد بن حمد بن مطر المنصوري له التحيه وسلام للمنصوري سلام. المركز الثاني كانت ايضا متواجده جباره لفرج بن سعيد بن هادي الفهيد المري قطعه المسافه في 7:45.6 استاهل الناموس بالفهيده. اما المركز الثالث كانت سرابه لاحمد بن عبد الله بن محمد الرميفي وصلت المركز الثالث بهذا التوقيت الذي امامكم 7:49 خمسه اجزاء والناموس للجميع. إذن على بركة الله نسير وعلى بركة الله نندفع في هذه اللحظات أيها